رعى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني حفل توزيع الدفعة الثانية من شهادات الاستحقاق لمشروع بر الدور الإسكاني لمنتسبي الحرس الوطني في معسكر الصخير صباح اليوم، وذلك بحضور معالي مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة وسعادة الوكيل المساعد لسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الدكتور خالد الحيدان. وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن التوجيهات الملكية السامية بتخصيص وحدات مشروع بر الدور الإسكاني لمنتسبي الحرس من ضباط وضباط صف وأفراد تؤكد دعم ورعاية جلالته لجنود الحرس البواسل تقديرا وتكريما لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن. وأعرب رئيس الحرس الوطني عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على دعمه لمنتسبي الحرس الوطني، وذلك ضمن المكارم الملكية السامية لجميع أبناء المملكة. كما تقدم سموه بالشكر لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهودهم الكبيرة وحرصهم على تأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة والسكن اللائق للمواطنين. وهنأ رئيس الحرس كافة منتسبي الحرس الوطني الحاصلين على شهادات الاستحقاق، مؤكدا دورهم الفاعل والحيوي في استتباب الأمن وحفظ مكتسبات ومقدرات الوطن. وشهد الحفل توزيع الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني شهادات استحقاق مشروع بر الدور الإسكاني على منتسبي الحرس الوطني. من جانبه أكد سعادة الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الدكتور خالد الحيدان أن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى حفظه الله ثم متابعة سمو رئيس الحرس الوطني الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة واهتمام معالي مدير أركان الحرس الوطني الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة أثمرت عن مشروع بر الدور الإسكاني، مؤكدا استحقاق منتسبي الحرس الوطني لتلك المكرمة لما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل خدمة الوطن. وأشار إلى أن متابعة وزارة الإسكان للملف الإسكاني يأتي ضمن أولويات الحكومة لتوفير السكن الملائم والعيش الكريم للمواطنين. ويأتي هذا الحفل استكمالاً لرعاية سمو رئيس الحرس الوطني لتوزيع الدفعة الأولى من شهادات الاستحقاق على منتسبي الحرس الوطني أواخر شهر يناير الماضي، وذلك بحضور سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وعدد من مسؤولي الوزارة. وتقدم المستحقون لوحدات المشروع الإسكاني بالشكر والعرفان إلى مقام عاهل البلاد المفدى والقيادة الرشيدة وإلى سمو رئيس الحرس الوطني على دعمهم ورعايتهم لمنتسبي الحرس، مؤكدين أن تلك المكرمة الملكية بمثابة حافز لهم لبذل المزيد من التضحيات فداء لهذا الوطن. في البداية أحب أشكر جلالة الملك مباشرة بصاحب السمو رئيس الحرس الوطني، كما أحب أشكر وزارة الإسكان في توفير المعيشة الكريمة حق منتسبي الحرس الوطني من ضباط وأفراد، والحمد لله كنت من المستفيدين في هذه المكرمة. يعني والله شعوري فرحان، أكيد حالي حال كل منتسبي الحرس الوطني. وأولا أشكر جلالة الملك على تخصيص الوحدات وحدة الدور لجميع منتسبي الحرس الوطني اللي استفادوا، وأشكر سمو رئيس الحرس الوطني، وهاي دافع معنوي. اليوم والله الحمد تشرفنا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير هيئة الأركان بالحرس الوطني، والله الحمد تم تسليم شهادات الاستحقاق على المنتسبين الحرس الوطني في مشروع بر الدور الإسكاني. وهذه طبعا ما هو إلا نتيجة للدعم المباشر من جلالة الملك الله يحفظه ودعم حكومتنا وقيادتنا الرشيدة ودعم مباشر من سمو رئيس الحرس الوطني. والله الحمد نجاح المشروع كان ثمرة التعاون بين وزارة الإسكان والحرس الوطني، وكان في توجيه واضح ومباشر من سعادة وزير الإسكان بإعطاء الأولوية وأهمية لهذا المشروع.